احنا في مرحلة حاسمة بالنسبة لهذا الوقت زمن. احنا شهر 4 عارفين انه مجلس الامن يداول مسألة قضية الوحدة الترابية. بالنسبة لمجال حقوق الانسان اللي انت طرحت لي سؤال فيه، اكيد اعتراف المغرب ببعض الجمعيات الفاعلة في حقوق الانسان واللي هي عندها، يعني احنا كاملين نشوفوا انها عندها مسار ثاني، ولكن اعترافه بها هذا يؤكد ديمقراطة الدولة المغربية وسياسة الحرية، حرية التعبير واعطاء لكل المواطنين. يعني مسألة ثانية بالنسبة لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء، أكيد أنه لا تبقى عند حدها، لأنه الحمد لله الكل يشهد بأنه لا داعي للتوسيع هذه المهام أو الصلاحيات، وأكيد أنه لحد الساعة الحمد لله الصحراء ما شفت تقدم. حوارات أو بالنسبة مؤخرا يعني شهدنا أنه الأحزاب المعارضة داخل الحكومة أنها حاولت أو مع الحكومة حاولت أنها تفعل مشروع الحكم الذاتي، تحاول أنها توجد حل للقضية. هذا أكيد لو وقعوا الطيب إن شاء الله هي لا تم تفعيله بالشكل المطلوب. بالشكل المطلوب شنو؟ يعني الناس اللي يمكنها أنها تحاور عن قضية الصحراء لازم لها بعد في البداية أنها تعود ملمة بالقضية الوطنية، ملمة أكثر شيء بتاريخها، ملمة بجغرافيتها، ملمة بناسها وبطبائعهم. الناس اللي يمكنها تمشي تحاور أو تدخل مناظرات مع الخصوم أو تدخل يعني معهم في لقاءات، أول شيء خلاص تعود عارفة حتى تكون حجتها قدامهم قوية. لأنه المشكلة اللي نجبر إحنا إنه مخاطبينا اللي يمشوا باش إنهم يتكلموا معهم ويدخلوا معهم في مناظرات دائما حجتهم ضعيفة، على أساس إنهم ما عندهم تكوين في الأمر. هو تكوين ما يستدعي كون انه الواحد يمشي ويعاشر ناس المنطقه او يمشي يتعرف عليها جغرافيا، اول شيء يتعرف عليها، وهذا ان شاء الله ليكون مكسب من بعد ان شاء الله.